هذه كانت الطريقة الوحيدة اللي تقدر تشوف فيها أفلام زمان، تجيبك الريوة زي هذه كبيرة هيك وتقعد تمشي فيها وصورة بعد صورة صورة بعد صورة، وتسمع في الصوت المزعج متاع الجهاز وتتفرج. حتى السينما كان فيها الصوت هذا القوي متاع الماكينة، لكن تتعلم انك تتعود عليها وتشوفها. هني بنحط فيلم Arabian Nights، واللي كان فيلم صامت في هذه الكريوة، وهذا ما ياخدش حتى 22 دقيقة الفيلم كامل. أهلين ومرحبا بكم في سلسلة ليبيا زي ما هي من ضمن برنامج فسيفساء. أكيد يعني من المشهد اللي داير بيا يعني حتعرفوا أني حنتكلم عليه السينما اليوم، ولكن قبل ما نتكلم على السينما خلوني نوري لكم كراسة. هذه مذكرة واحد من سكان طرابلس في هذاك الوقت، الباين انه هو جديد هيك كيف نزل في هذاك الوقت لطرابلس، وهذا نتكلموا على الاربعينات الخمسينات. وبدون ذكر الاسم بصراحة يعني ما نقدرش نقول الاسم كامل وما نقدرش نقول المنطقة اللي جاي منها، لكن طبعا بحكم اني الاسرة متاع عطتني هذا وما سمحوا ليش نقول، لكن نسموه من هنا وجديد باسم السيفاو او مذكرات السيفاو. كان على غير عادة الليبيين، وربما عادة اكتسبها من الإيطاليين أو من بعض قراءة بعض كتب الرحالة المسلمين الأوائل، مداير المذكرة هذه ويكتب في شنو يصير له يوميا. هو لا أظن أنه هو يبي ينشرها على أي شكل من الأشكال، فقط من عادته أنه هو يدون كل حاجة تصير له في اليوم. مش حنقدر نعرف فيه، لكن خلي اليوميات متاعه تحكي عليه. وعلى فكرة بعض الأماكن والوقائع والشخصيات معروفة ومن السهل جدا الرجوع لها، وبعض الأسماء والأماكن اللي يذكر فيها تكون مبهمة وربما واحد منكم يعرفها ويقول لنا عليها. وخلونا نتعرف على معيشة الليبيين من خلال مذكرات السيفاو، ونبي نختار لكم صفحة اللي هي الصفحة اللي هي تتكلم، هي تقريبا من أوائل الصفحات في المذكرة الثالثة، تتكلم على يوم الخميس 14 ديسمبر 1950. قلنا 14 ديسمبر 1950. الصفحة هذه فيها كلام وكتيبة هلبة، لكن يشد انتباهك الحسابات اللي يدير فيها تقريبا في كل صفحة، من دار نصف الصفحة الأول الحسابات متاعه وشكله كيف أعطوهم عاشة، الباساجاتا متاعه بالليرة العسكرية. هذه العسكرية اجتهاد مني لكن حتشوفوا عارف. المهم كانت او كاتب انه واخد في الباساجات 180 ليرة، وكاتب كذلك حرف كاف زيها، فلهذا اجتهدت ان هي حرف عسكري وتعرفوا بعدين علاش. اللي هي تسمى زمان تتسمى مالي. المهم الليرة العسكرية اللي هي هذه هي اللي انطبعت قيمات الانتباه في الايطالي على ليبيا، ودولوها مدة قصيرة جدا، لكن كانت مستخدمة في الإقليم طرابلس أكثر منها من أي مكان ثاني، لأن الجنوب ما زالوا يستخدموا في الفرنكو، بالأخص الشرق كانوا يستخدموا في الجنيه المصري في هذيك الفترة متاع الانتباه البريطاني. المهم الباين أنه هو كان مبحبح، والباساجاتا تعني الحفطتين طبعا، وبكلام توه يعني أسبوعين. هو شكله بجام كونه موظف محاسب في البلدية، كان عنده خدمة في العشية، وهذا اللي يقول فيه في واحدة من الصفحات اللي بنتكلموا عليهم في المستقبل. وشكله مدير مشروع بيتعلم انجليزي وهو متحدث جيد للإيطالية. به خلوني نقرأ من غير ما ندير اي حاجة، بهي من غير ما نكتر عليكم. يقول اليوم كلمني محمد البشير عليه كورسو دي لينغوا متاع الإنجليزية في النادي الثقافي الوطني في قوس الصراعي. بنمشي للنادي يوم
يوم الاثنين الخمسة ونص العشية بنمشي ناخذ الجورنالي، سامحوني لأن الكتيبة رقيقة هلبة والحاجة الثانية يكتب باللابس. المهم بنمشي ناخذ الجورنالي، وبعدها بنمشي لسارتو باش ناخذ السروال اللي اعطيته يوم الثلاث اللي فات للربي الزنزوري في كيتشانو مكتبة النهضة. بعدين كاتب على أساس حاجة تانية بديرها شكلها قهوة السهوكي، وكاتب نقطة 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 محمد. بعدين كاتب تاني غضوة بنمشي لحوازة خالي سواني المرغني 25 كورسينا، بعدين خط عليها وكاتب بالبيرو 30. الكتيبة هذه كلها كانت مكتوبة باللبس، بعدين كاتب بالبيرو شكلها في فترة لاحقة أو نهاية النهار أو حاجة زي هيك. كاتب مشيت شفت فيلم فولكانو، اللي هو فولكانو، وهذا هو الموضوع متاعنا اليوم في سينما أدريانو. وفي الريبوزا تلاقيت مع المقدمي وجاب لي برية من بشير أعطاها له كمال حمادي أفندي، وقال الكوالات بيوصلوه بعد حفطتين وبيبعتهم لي مع الرقاص. المهم الدواء هذه تبان كأنها من دولة أو من وقت تاني أو من لغة تانية بكل، لأن في كلام هلبة ما يفهمش دواء. المهم نوعدكم نتكلم على الكوالات والحاجات اللي نتكلم فيها، لكن الكلام اللي يقول فيه يقول اليوم كلمني محمد بشير عليه كورس دي لينجوا، يعني بيدير دورة في اللغة الإنجليزية بتاع الإنجليزية في النادي الثقافي الوطني اللي هو النادي الوطني اللي داره، المهم اللي كان حزب سياسي بعدين نادي ثقافي، وهذا راه مستمر من عهد العثماني الثاني، وتكلمنا عليه هو لما تكلمنا عليه المكتبات في قوس الصراعي، نعرف وين كان في المدينة. بنمشي للنادي يوم الاثنين الموعد متاعه، بعدين قال بنمشي ناخذ الجورنالي، الجورنالي يقصد به الجريدة، وبعدها بنمشي للسارتو. السارتو تعرف شكون هو؟ السارتو هو الترزي. أنا لحقت على كلمة الترزي، أنت ربما حتى الترزي بعضكم ما يعرفهاش. الترزي هو الخياط، زمان يقولوا سارتو بعدين ولت الترزي من جديد بعدين ولت الخياط. المهم بعدين قال حطيته يوم الثلاثة اللي فات عند الربي الزنزوري. الربي الزنزوري يبين انه هو واحد يهودي لقبه الزنزوري في كيتشانو. كيتشانو هو 24 ديسمبر توه، يعني الشارع متاع 24 ديسمبر. كاتب 2 بلس 7 الى اخره. بعدين قال الباقي واضح، يعني مكتبة السهوك الى اخره. لكن الشاهد في الكلام هذا كله هو انه هو مشيت شفت فيلم فولكانو في السينما، معناه هو ذكرهاش من فوق انه هو بيمشي للسينما في سينما اندريانو وفي الريبوزا. الريبوزا اللي زمان يديروا في التيمبو، يقسموا في الوقت على اثنين وفي النص يوقفوا الفيلم وتنزل تقعد تشرب قهوه ولا تدير بالديره الديره. المهم شفها لي بريه مع بشير وكمال حمادي. بشير هذا بشير افندي اللي هو بشير فهمي ولا بشير حيمه. بعدين شنقال الكوالات بيوصوني بعد حفظتين، وبعتهم لي حفظتين الحفظه اللي هي اسبوع، الحفظتين يعني اسبوعين، واللي هي الباساجات اللي قلنا اللي هي المعاش متاعها. الباساجات يعني الحفظتين، والحفظتين يعني اسبوعين. شوفوا قداش مرينا بلغه باش نوصل للمعنى اللي نقولوا فيه اليوم. طبعا نعدكم نتكلم على الكوالات وبشير كمال بشير افندي وكمال حمادي. كمال حمادي هذا جاني هنا في الحوش، يعني قاعد عندي وما زال الرجل عايش الى الان. زوجته نوره توفت بس هو ما زال عايش. المهم قال أهنين بنوقف شوية بس يعني عليه سينما أدريانو اللي ولا اسمها من بعد سينما الغزالة. وهني الموضوع متاعنا كله زي ما تشوفوا حيدور على موضوع السينما، واللي كان صاحبها الطلياني السينيور رينسي. السينما هذه كانت في فيا كونتي فولبي في طريق الشط قريب من الفندق الودان، وهذه طبعا تأسست سنة 1932. وأدريانو طبعا اللي مسمي عليها السينما هذه اللي قلنا ولت الغزالة هي شركة إيطالية كبيرة عندها دور عرض ومسارح في كل إيطاليا. يا أخي حتى اليوم ما زال عندهم دور عرض أدريانو هذه، وبنت المبنى اللي تشوفوا فيه في الصورة على الطراز الإيطالي، وكان يتسع لأكثر من 800 بنادم ومقسمة لجزئين قريب للركح وبعيد شوية وقلاليات أو مشربيات اللي بسموه. وكل حاجة بسومها، حنتكلم على القلاليات والمشربيات والكلمات هذه لما نتكلم على اللهجة الليبية. المهم وكل حاجة طبعا بسومها، كل يعني لما تكون قريب على الركح بسوم، ولما التالي سوم، وفي القلالية سوم. لما خشلها صاحب المذكرة السيسي فاو هذا كانت مش في عز أيامها الحق، يعني ما كانتش في أحسن حالة كانت عليها.
نتبع بعدها سينمات هلبة، وحتى البعض الليبيين بدوا يملكوا يعني في سينمات، وهذا اللي بنجوه. وعلى فكرة سينما الغزالة كانت أول سينما تخصص يوم للنساء في تاريخ السينما الليبية، ويقال في أول مرة يديروا فيها تجربة هذه كانوا يعني مش مصدق، يعني زي ما تقول سكابتك، يعني ما يعني يجربوا يديروا فيها يوم خاص بالنساء. قال لك جوهم بشر يعني ما تحكي لكش، جاهم عدد كبير هلبة 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 هلبة. وهذا صار حتى في السينمات الصغيرة مؤخرا في الستينات والآخرين. المهم احنا توا في الخمسينات في ديسمبر 1950. المهم الفيلم اللي تفرج عليه فيلم إيطالي مشهور هلبة، واني راجعت الجرائد القديمة اللي عندي في نفس الوقت، مجموعة من الجرائد اللي عندي، قعدت نشوف هيك في التاريخ هذا يوم 15 شن كان فيه عرض شن فيه كذا، لأنه كان يديروا في التيمبو في الجرائد. وفعلا لقيت التيمبو في جريدة طرابلس الغرب، البوليطة بتاع السينما كان 20 ليرة، هو كاتب 20 15 بعدين كاتب 20 و 25 مش عارف، دار هيك تلخبيطة في الأرقام في العد بتاعه. أه؟ سينما أدريانو إلى آخره، يا كاتب 30، ربما شري حاجات تانية بالإضافة إلى البوليطة. يعني الحقيقة غالي بتكاليف زمان، لكن السيفاو زي ما بنشوفه في الحلقات الجاية كان مدمن أفلام، الراجل هذا كان مهوس بالأفلام ويصرف فلوس هلبة على الأفلام. المهم الفيلم اللي شافه صاحبنا عبارة عن قصة عشق، وكيف آنسة مشت هربت للجزيرة اللي ولت فيها محط سخرية من السكان متاع الجزيرة هذه، وكيف دفعت على نفسها وعلى أختها الصغيرة. المهم قصة إنسانية لحد كبير، وقصة عاطفية، وفيها نوع من قصة حب إلى آخره. المهم هذه بالنسبة للفيلم اللي شافه صاحبنا السيفاو. موضوع دور العرض في ليبيا موضوعها شيق وطويل، وسامحوني يعني تخيل روحك انت في الاربعينات تجي من البوادي الليبية وتجي وتحضر السينما وتشوف احوال الناس في العالم، وتبين لك الجزيرة اكيد هذه كان فيها، انا شفت الحقيقة الفيلم يوري في الحياة في الدول هذه، فيه لغة تانية فيه كذا، فانت هيك يكون منفس ليك للعالم الآخر. وهذا علاش زي ما بنشاهدوا أن الليبيين كانوا يحبوا يشوفوا الأفلام والسينما، لأن التلفزيون الراديو عبارة عن صوت بس ومش كل حد عنده، فكانت السينما أكثر حاجة يقدروا يمشوا لها الناس. وهذا يفسر علاش في طرابلس برغم أنها مدينة صغيرة فيها أكثر من 18 دار عرض سينما في هذاك الوقت. المهم موضوع دور العرض في ليبيا موضوع جدا شيق وطويل، وحتتفاجئوا معاي لما تعرفوا يعني أقدم دور العرض في ليبيا وكيف السينما في ليبيا وطرابلس تحديدا قديمة. تعرفوا كيف؟ خلوني نبدأ من الأول. أول سينما وصلتنا أخبارها في ليبيا، ولا خلونا نقولكم خلينا نولي من الأول بكل، يعني باش نديروا مقارنة هيك وفكروا معاي. بهي أول سينما بالمفهوم اللي نعرفوه اليوم كانت طلعت في ديسمبر 1895. 1895 يعني 5 سنين تانيات بتولي سنة 1900. وفي ليبيا أقدم سينما انعرفت أو نعرفوها وسمعنا عليها كانت سنة 1908، يعني 13 سنة بعد اختراعها من قبل الأخوين لويس وأوغوست لومير في صالة عرض في باريس. تخيلوا 13 سنة تديروا سينما في فرنسا، بعدها نديروا دار عرض في طرابلس، واللي هي سينما الجريتلي في شارع البلدية، كانت بجنب نادي الضباط الأتراك في وقتها، واللي هي زي ما قلنا مرة تانية باش تأكدوا من التاريخ 1908. طبعا هذه المعلومة أخذتها من الأستاذ بشير محمد بشير عريبي، أو بشير محمد عريبي صاحب كتاب المسرح في ليبيا، وكان يقول هو عريبي هذا يخش له الموسورين من الناس، بس منهم يقول منهم يعني البعثات الأجنبية واليهود والليبيين اللي حالهم باهي حالهم ميسور. طبعا ما تستغربوش زي ما قلت في شريط عودة على بدء، وينه الليبيين مشاركين في معارض دولية في سنة 1854، يعني قبل هذه الحادثة ب 53 سنة، فتواصلهم مع العالم خلاهم يعرفوا شن صاير برا حدودهم، وكان فيه راس مال متحرك في يد تجار وعائلات سميناهم في المرة الفاتت عائلة مرفهة. المهم فيه سينما تانية، وهي السينما كانت في جوس ماركوس أوريليوس اللي هو قوس الرخام توه نقول له، يرجع تاريخها للفترة التركية.
في نفس الفترة العثمانية هذيك، العهد العثماني الثاني وكذلك. وقعدت دار عرض لخيال الأفلام الصامتة حسب ما منقول، اللي هي سنة 1908، وقعدت إلى 1911. طبعا نعرف 1908 مرتبطة بالمشروطية. المشروطية عند العثمانيين هي الدستور، لما أطلقوا الحريات للليبيين، وهذا تكلمت عليه هلبا وأنا في الحلقة اللي تكلمت فيها على الصحابة في ليبيا. وهذه طبعا هي غالبا الأقدم في ليبيا على الإطلاق، لأن نسمع ما عندناش أي شواهد وأي صور عليه. سينما الجريتلي اللي تكلم عليها قلنا عربي، لكن عندنا مقالات وعندنا كلام هلبا وحتى الصور زي ما تشوفوا في 1908 في قوس الرخام، وفيها عليها حقيقة المقالة كاملة في مجلة ليبيا الإيطالية سنة 1937. وطبعا باش ما ننساش السينما هذه كان يملكها علي القرقني، وقدم عليها الأستاذ مختار دريرة محاضرة كاملة رائعة جدا. والأستاذ مختار دريرة حقيقة أنا نستفيد منه هلبة في الأشياء المتعلقة بالمدينة القديمة، متعلقة في طرابلس القديمة إلى آخره، من ضمن الناس اللي استفدت منهم هلبة. به شوفوا الصورة هذه، تلقوا ملصقات السينما لسور طرابلس أثناء الاحتلال الإيطالي لليبيا سنة 1911. يعني السينما خشت قبل خشوش الطليان لليبيا. فيه وثيقة تبين طلب تقدم بها أولاد سارينس لفتح دار عرض في باب بحر، ويبوا يسموها سينما أوتوغراف وسينماتوغراف حاجة زي هيك. وهذا في أواخر العهد العثماني الثاني، وعائلة سارينس بنجوع عليها بعدين كانوا يملكوا عدد لا بأس به من دور العرض في العهد الإيطالي وحتى في الانتداب البريطاني، ووصلوا حتى في السبعينات. هنا لازم نقول فيه رابط قوي ما بين السينما والمسرح، وهذه ما تحتاجها عشان اسمها، واللي فيها الركح طبعا والبرابس إلى آخره، وبين السينما يعني في ليبيا من قديم الزمان. واستخدمت دور عرض المسرح لعرض الموسيقي، واستخدمت لعرض السينما، واستخدمت للملاكمة زي ما بنشوفه هنا في سينما الحمراء. فيه كذلك مسارح متخصصة، عشان ما زلت نتكلم على التاريخ القديم، فيه مسارح متخصصة ينعرض فيها أفلام حسب الطلب. مسرح طرابلس، يعني مسارح طرابلس القديمة هلبة، لكن بنقول لكم واحدة منهم اللي انعرضت فيها أفلام حسب الوثائق. في سنة 1880 تياترو أمبوراخ في المدينة القديمة نهاية زنقة الخمري بجنب مسجد عثمان الساقز لباشا في باب حر، وهذه نعرض فيها أفلام في نفس الفترة متاع 1908 للجالية اليهودية. وهذه الفترة على فكرة الأفلام كلها كانت صامتة، فيها إما موسيقى تلعب بجنبها وإلا ما فيهاش حتى حاجة، أفلام صامتة تتحرك. وتحول بعدين على فكرة المسرح هذا تحول لمدرسة للبنات اليهوديات، بعدين تم قصفها في الحرب العالمية الثانية للأسف الشديد، وتهدمت وقعد منها غير الدور الأرضي. المهم المدرسة هذه وهلت مقر للبحارة، وانا في آخر زيارتي 2018 لليبيا درت لها زيارة، للأسف خرابة ومهملة إهمال كامل. وعلى فكرة اليهود كان عندهم كذلك مسرح تاني في زنقة ميزران، زنقة الغاز المتفرعة من سوق التروك، والباب الرئيسي متاعها في سوق النجارة. المهم يعني صح نخش نطلع من المواضيع هلبة، لكن كلها مرتبطة ببعضها. هذا كله باش نقول لكم ان مش لازم تكون دار عرض ثابتة زي ما صار في عند القرقني، علي القرقني ولا القرقني. وهذا على فكرة يعني فيه قصة طويلة علي القرقني هذه. المهم أحد التجار لما تكلموا عن التجارة في ليبيا حنتكلم عليهم، وملاك الأراضي والآخرين. وعلى فكرة يعني ربما يكون أقدم مسرح على الإطلاق في العصر الحديث في ليبيا هو مسرح البوليتياما، مش تكلموا عن المسارح الرومانية وغيرها، لكن في العصر الحديث مسرح البوليتياما في الفندق اللي بناه عثمان الساقزي سنة 1654، واللي معروف باسم فندق الدروز. وهذا قصة طبعا بروحه نولي لها لما نتكلم على فنادق طرابلس القديمة. وعلى فكرة راهو فندق راهو غير الفنادق اللي نعرفها اليوم، الهوتيل هذا اللي يخشوا يقعدوا فيه الناس وكذا. الفندق زمان هي صالة كبيرة يكون فيها الديار، يستخدموا فيها التجار، ساعات يرقدوا فيها وساعات حتى الطلبة يأجروا فيها، بس ما لهاش علاقة بالفنادق اليوم إلا بالاسم، يحطوا فيها حيوانات إلى آخره. المهم هذه البوليتياما صاحبنا السيفاو صاحب المذكرات هذه حضر فيها عرض موسيقي للفنان الليبي
أمير الطرف زي ما كانوا يسموا فيه في طرابلس كامل القاضي، واللي هي طبعا ولد دار عرض سينما حتى يعني بعدين زي ما قلنا. على فكرة تجدد المسرح هذا في عهد الطليان وداروا فيه تجهيزات عصرية وضافوا فيه كراسي وفتحوه سنة 1932، لكن كان ما خابش ظني حتى 1922 راهو داروا فيه تجديدات وتصليحات. المهم جريدة الرقيب العتيد، يعني نقول لكم ديما نراجع في الجرائد متاعي وحندير ودرت وانا حلقات في الجرائد، جريدة احد الجرائد اللي عندي في الارشيف متاع الرقيب العتيد مدايرة تهنئة. المهم دار التهنئة على بمناسبة التجديد اللي صار في المسرح. به هنا يجي دورة عائلة سارينس، كانت تملك دار عرض البوليتياما زي ما قلنا في العهد العثماني الثاني، حاولوا يفتحوا دار عرضه وين. فالمالطي هذا معروف كان عنده طبعا الأوديون والبوليتياما والهامرة. المهم يعني البوليتياما هذه املكها سالينس. طبعا هنا لما نقوله، وهذا بيصير بعدين هلبة، لما نقوله يملك راه مش معناها انه هو يملك العقار نفسه ولا المبنى نفسه، لا، نقصده انه هو يعني اخذها من البلدية مثلا اجرها وكذا، لكن اصبحت باسمه هو لانه هو ياجرها من البلدية ويعاود ياجرها للناس عن طريق السينما. المهم وحيبان بعدين يعني نعرفوا ان هي ولت شركة في 43 اظني، ولت سينما النصر، اخذتها شركة نصر للخيالة وضمتها لدور العرض متاعها. به خلوني يعني هذا اللي صار دور العرض. احنا في عندنا في طرابلس تغير وتغيرت الاسماء، لان كانت اسماء ممكن ايطالية وبعدين تغيرت الى اسماء في العهد الانجليزي اسم تاني، بعدين ولت اسماءها بالعربية، وبعدين حتى الاسماء العربية نفسها تغيرت من العهد الملكي لعهد القدافي. خلوني أبدأ بأفخم دور العرض في وقتها اللي هي دار عرض الميراماري. يعني أني هنا راهو ما نتكلمش على كل السينمات، فمعليش ما تسمحوا لي أني ما نذكرش كل واحدة بروحها، لكن نبي نتكلم على أهم الوحدات وكيف التاريخ، اللي أنا متأكد هل منكم ما يعرفش أن هنا في ليبيا عندنا سينما من العهد العثماني الثاني، مش غير في العهد الأتراك الإيطاليين. المهم الميراماري من أهم دور العرض في طرابلس وأكبرها، بناتها شركة المسارح والمطاعم الطرابلسية سنة 1920، وحنتكلموا على السينمات في بنغازي حتى هي بعد قليل، لكن اللي بنقولها ان شركة المسارح والمطاعم الطرابلسية اللي هي داروها الطليان سنة 1920 اخذت قطعة الارض للأسف الشديد بالغصب من الشاعر مصطفى بن سكري اللي تكلمنا عليها وانا لما تكلمنا على الصحافة وغيرها، صاحب القصيدة المشهورة قصيدة البازيل. المهم الميراماري كان بدون منازع أضخم تياترو في كل أفريقيا وقتها، تياترو يعني مسرح، وكان مبني على طراز وطني، وكان فيه من الطابق السفلي الريفوجو متاعه أرشيف الأشرطة وغيره ومقهى، وكان فيه مطعم راقي، وكان فيه قبة ضخمة زي ما تشوفه في الصور عليه طراز المساجد والمباني الأفريقية الشمالية. وعلى فكرة يمتاز بزخارفه الوطنية البحتة، وتونن فيه المهندس فلوريستانو دي فوستو اللي نحبس بعدين من قبل الفاشيين، ونعندكم يعني نتكلم عليه في الحلقات الهوية البصرية في المعمار الطرابلسي. المهم الميراماري هذا فيه قاعة عائلات أيضا اسمها كان موريسكو، اسم القاعة موريسكو، وموريسكو احنا نعرفه ان هي كلمة كانوا يطلقوا فيها عليه المسلمين متاع الأندلس، بعدين أصبحت كلمة تطلق كذلك عليه كل شمال إفريقيا على الأمازيغ، وموريسكو تعني المور، الكلمة الأصلية هي مور بمعنى الأسمر. المهم كانوا يديروا فيها حفلات عائلات وغيرها. المهم الميراماري كان مكان يعني فعلا اجتمعوا فيه الناس، اجتمعوا فيه المثقفين، ونتذكر اني شفت صورة لبعض اهم الشخصيات في طرابلس من ضمنها المذيع احمد الحصيري اللي كان في الاذاعة الايطالية سنة 1932 في القسم العربي من الاذاعة، وكان يدخل الايطالية والعربية لاخره. المهم مصور فيها ومتكم ومع جماعته، والباين مدارين حفلة صغيرة او حاجة زي هيك، يعني تقاميس شاهي قهوة الى اخره. الميراماري على فكرة كانت تبغى تعرفوا تحدي مكانها، توه تعرفوا الميدان الشهداء، توه البركيجو ذاك متاع السيارات، في البركيجو متاع السيارات
كان فيه الميراماري هذا، وكان قريب عليه البحر. المهم كان فيه كذلك مقهى أنيق جدا، وكان نادي المثقفين زي ما قلت، ونادي الفنانين الليبيين في هذاك الوقت. لكن للأسف الشديد المبنى هذا انهدم بقصف طائرة في الحرب العالمية الثانية سنة 1941، وما قعدش منه غير المبنى الجانبي اللي استمر يديروا فيه يعني عروض مسرحية عليه، الهواء الطلق في هذاك الوقت، وما استمرش حتى هو مدة طويلة. بعدين أزلوه كليا في العهد الملكي، ولم يبنى يعني مبنى بديل مكانه زيه، يعني مع أن كل الإمكانيات اللي فيه في ليبيا والناس يعني القدرات اللي موجودة ما عمره داروا حاجة زي هذه. المهم كلمة ميراماري بالطلياني تعني واجهة البحر. كان بجديات تحفة معمارية زي ما تشوفوا، ونعدكم نولي له لما نتكلم على مباني طرابلس وتاريخها. شن تاني قصدي، كان بنديرها التسلسل التاريخي بيجي بعدها مباشرة نلقوا مسرح الحمراء اللي هو بناه المالطي سالينس كما ذكرنا، أو بالأصح جدده، وصالته كانت ترفع 1030 متفرج، وسينما الأوديون صح دارها حتى هو سالينس، وكانت آخر دار عرض داروها عائلة سالينس في شارع 24 ديسمبر اللي كان يتسمى ريكارديو كاسار زمان، حتى هو مالطي على فكرة. راهو العائلات المالطية والجاليات الأجنبية في ليبيا كانت راهو عددها كبير هلبة، وأنا بنخصص حلقة على الجاليات اللي كانت قاعدة في ليبيا، من المالطية، من الجريتلية، من الطليان، من حتى الإنجليز، من اليهود، من آخره. واليهود طبعا جزء منهم كان جالية، بس الأغلبية وطنيين يعني ليبيين. المهم عائلة سارينس هذه داروا كذلك سينما البوليتياما، والحق سارينس ليهم الفضل في حياة ثقافة السينما في طرابلس، ولما من هذا هو الاستمرارية، لأن هذه العيلة قعدت في طرابلس حتى السبعينات، و يعني زي ما هم زي عيلة كسار وغيرهم. وأنا فخور جدا عندي صديق من مالطيز متاعين ليبيا، يتكلم ليبي طبعا صافي، عايش في أستراليا، وعندهم حتى جمعية المالطية الليبيين، الجمعية المالطية الليبية. ونعدكم أنني نجيب أخبار هلبة عن الجاليات الأجنبية اللي كانت عايشة في ليبيا، والتسامح والتعدد إلى آخره، وشيف شنو ينقصنا احنا لما قعدنا نديروا أقل التعدد. المهم يقال أن المالطية قاعدين في ليبيا، صدق أو لا تصدق، أكثر من 250 سنة، بعضهم يرجع وجودهم في بدايات العهد العثماني. صحيح أكثرهم كان فقير، لكن فيهم كان ناس حالتهم كويسة، وكونت أشياء هلبة للبلاد وبنت. وهذا كله تكلمت عليه لما تكلمت على التصوير، ولما تكلمت على المكتبات، وتكلمت عليه الجرائد والصحافة، وحندير لهم حاجة خاصة بهم. به بعدين جت سينما أدريانو اللي مشاله السيفاو باش يشوف فيلم فولكينو هذا اللي تكلمنا عليه، أو البركان، اللي ولت يعني هي طبعا ولت باسم سينما الغزالة زي ما قلت بكري، وزي ما قلنا كان يرفع أكثر من 800 متفرج، وهذه من أقدم السينمات اللي كانت لها شأن في وقتها. بعدين زي ما قلت وأنا دهور وضعها للأسف الشديد، احنا حوارنا هيك ديما في الأقل نبنوا الحاجات أو تنبنى لنا الحاجات، هذو جونا حتى واتيات ونبنوا، لكن احنا ما حافظناش عليهم، وما يعني مفروض زدنا وطورنا مش مشينا في العكس. بعدين يا سيدي كان بنمشي بالتسلسل الكرونولوجي، جاي مسرح الهامرة اللي اسمه من الأول هيك في عليه مدينة الحمراء الأندلسية، تأسس سنة 1935، وكان في البداية عبارة عن طاولات وكراسي بس، يعني الغرض منه كان يكون مقهى ومسرح طرب، لكن بعدين ضفوا له كراسي ولا سينما. قبل ما ننسى، كان على الطراز شمال افريقي صرف حتى هو في التصميم والزخرفه، وكان في بين شارعين متاع الرشيد والمأمونه، وين على يسار باب الحريه في الميدان، وسموها سينماتوغراف الهامره زي ما قلنا الصيفيه، وفي المبنى الملاصق لبين كروما اللي هو في ميدان الشهداء في اتجاه فتحه باب الوادي او شارع الوادي عفوا. بعدين
كان بنمشي على المهم والله يعني انا هيك في دماغي تو نشوف في الخريطه وين كل حاجه قاعده وكيف كانت البلاد وكيف اندارت، والهدف اني اذكر لكم في الشوارع اذكر لكم في الحاجات هذه باش تتخيلوا معاي كيف كان وسط البلاد وكيف كانت الحاجات هذه اللي جو الناس يفرهدوا على ارواحهم زي ما يقولوا ويفرحوا في صغارهم ويمشوا كعائلات واحيانا كاشخاص الى اخره. بعدين جت سينما الودان، وهي بدون منازع احسن دار عرض سينما في طرابلس مع سينما اللوكس، وهي تعتبر تابع بلدية طرابلس طبعا، وانبنت سنة 1935 أو هوتيل الودان تكلمت على السينما وفي الودان هذا عشان نقول هي وهو. المهم سنة 1935 وهذا المسرح ودار العرض والكاسينو وين أشهر مشاهير العالم جو. على فكرة عندي مطوية من الودان من هذاك الوقت كيف الفخامة وكيف كان، يعني حاجة 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 راقية جدا جدا جدا. المهم زي ما قلت وين أشهر مشاهير العالم نزلوا فيه وفي الفندق، منهم أسماء أكثركم حيستغرب أنهم أصلا جوا لليبيا، مثلا مغني الجاز الشهير والعالمي فرانك سيناترا، فيه صوفيا لورين الممثلة المعروفة، ألفيس بريسلي متاع راك أند رول. مش منكم يعرف أن ألفيس بريسلي نزل في طرابلس؟ أو تشوفوا في الصورة لابس، وهذه على فكرة الصورة أعطاها لي عمي محمد علي سيالة، شخصية طرابلسية معروفة ولها وزنها، ونعتز جدا بصداقته وأنني استفدت منها هلبا. على فكرة كانت صالة مكيفة ولازم طبعا تكون عندك قيافة وتلبس لبس محترم. ما كانتش تتسمى على فكرة دار عرض، راهو كانت تسمى صالون عرض باش طبعا يشبهوها بالصالات والصالونات الراقية. كان ممنوع طبعا تاكل فيها سبول او مشروبات داخل الصالة، وبخلاف تماما طبعا الحبرة اللي كنت بثلاثة قروش وانا يعطوك تذكرة او بوليطة ويعطوك البوليطة ويعطوك معها قرطاس سمينسا. محافظين على البوليطة شكل قلبتها. المهم يعني كانت بجديات دار عرض محترمة جدا. كان عندك الأشر ياخذ هادي ويوصلك بالضبط للكرسي متاعك، وكانت مرقمة وكنت تقطع بكري عندك يوم الخميس العشية مثلا ما تقدرش تحصل كان مقطعتش بكري. المهم عالم تاني. بعدين بعدها خلال فترة الإدارة البريطانية افتتحت هلبة سينمات، منها سينما الغرياني لصاحبها بشير الغرياني. على فكرة بشير الغرياني ما كانش هو الوحيد صاحبها، كان مجموعة من كذا لكن انشهرت باسمه هو، افتحها في عمارته في شارع الوادي سنة 1946، وهذه قريبة هلبة للفترة متاع شكون متاع صاحبنا السيفاو اللي يتكلم في المذكرات متاعه. في لحظات معينة من الثلاثينات حتى السبعينات اللي دار فيها المسرح والسينما ضجة، يعني حدث ثقافي الناس يتكلموا عليه، يتكلموا شن صار، شكون هذاك الممثل، شن هذا المشهد كذا. وسينما الودان كانت ديما مثار إعجاب الناس، كانت هي محط النقاشات وأكثر الضجات على الأفلام اللي تكلموا عليها كل الناس في وقتها. هنا بنوقف شوية بعد إذنكم، وفي فترة متأخرة على التاريخ اللي شاف فيه السيفاو فيلم فولكانو اللي هو 1950 في ديسمبر بعشر سنين تقريبا، ودور عرض السينما اتطوروا وتغيروا هلبة، انزل فيلم جديد ملون ولا أبيض وأسود والله من ده أي ملون في طرابلس بعد لا والله أبيض وأسود أنا اللي غلط لأنني شفت الفيلم هذا حتى متأخر، يعني فيلم جديد في طرابلس بعد خروجه في أمريكا بشهر بس. طبعا ما حضرتهاش أنا في الستينات، راح حضرتها في اليوتيوب وموجود حنتكلم عليه وتقدر تشوف واحدة في اليوتيوب. حيث عرض في 1960 فيلم بعنوان سبارتاكوس اللي دار ضجة زي ما قلت لكم كبيرة، وكلموني عليه أكثر الناس اللي تكلمت عليهم عليه تاريخ السينما في طرابلس. يعني أنت حتى كان مش هاوي أفلام بتمشي وتشوفها لأن الناس كلها تتكلم عليه فلازم حتى أنت تشوفها. يا أخي هلبا شافوها أكثر من مرة، تعرف علاش؟ لأن سبارتاكوس ليبي من شرق ليبيا، وهذا يعني في بداية الفيلم الناريتور أو اللي يحكي في القصة قال سبارتاكوس مولود في ليبيا وأنه بيع كعبد وأنه في النهاية انتصر على الإمبراطورية الرومانية، فممكن يعني في مغزى سياسي الحاجات هذه. وهذا البوستر اللي قلت لكم عليه وراي من هذاك الفيلم من هذاك الوقت، نعرض في ليبيا وقتها، وهني كان في صالون عرض الودان. وعلى فكرة في هذاك الوقت معاش الموظفين
متاع الحكومة هذا هو وراه، هذا حد سوى 10 دينار أو 10 جنيه، أنا ماشي غلط الكلمة الدينار هذه، لأن الدينار بدأ في 71، وفي يعني كان حالتك كويسة الدرجة 12 تاخذ 12 جنيه. المهم يعني قيمة الجنيه الليبي هذا كانت مدعومة بالجنيه الاسترليني، وهذه على فكرة 5 جنيه اللي ما شافهاش واللي ما يعرفهاش، وهذه هي القروش اللي كانوا يمشوا بها للسينما، ما تحتاج هذا كله راه قروش بس تمشي بهم للسينما. على اي حال شو قلت قبل شوية، كنت نتكلم عليه الدينار الليبي تمشي للسينما الودان. ايوه معلومة جانبية بس، يعني لما يطلع فيلم جديد وقتها زي الفيلم هذا بتاع سبارتاكوس، كل الناس تكون حريصة ويصرف شوية فلوس زيادة، باش يعني كانت الودان مثلا 13 قرش راهو وقتها، يعني مش حاجة كبيرة هلبة، يتفرجوا عليه في سينما اللوكس أو الودان. يبدو باللوكس والودان هدو أهم زرع على السينما، لكن بعد التفريجة لولا مرات يمشوا ويتفرجوا عليه أكثر من مرة، وهذا قالوا لي أكثر من شخص، زي الحمرة مثلا والكورس الصيفي، ويصرفوا من 3 اللي عند 6 قروش لما يمشوا للعرض الثاني، وهذا بنجوه بعدين. وكان اللي يعاود يشوف الفيلم حتى 5 مرات. ناس هلبة كلمتهم قالوا لي شافوا العرض متاع فيلم سبارتاكوس أكثر من مرة، وعلى الأقل في الودان مرة، وواحدة في الافتتاح زي ما قلت متاع الودان. به أراه قلت لكم يعني بالرغم من صغر حجم مدينة طرابلس كانت هلبة مقارنة، يعني دول عرض السينما كانت هلبة مقارنة بحجمها. ويذكر المؤرخ الفلسطيني أحمد صدق الدجاني اللي دار مقالات في جرائد ليبيا زي طرابلس الغرب والرائد وغيرها، يعني مقالات على النقد السينمائي والأفلام أسبوعية، يذكر فيها يعني ذكرها هذه كلها في كتابه لقاء الكهل بالشاب واللي صورته لدي مشكورة صديقتي زهرة لنجي الله يذكرها بالخير. ندور العرض يعني ذكر أن دور العرض في طرابلس اللوكس والودان كانت تقارن وتضاهي أشهر دور العرض في القاهرة وبيروت. اللي يعرف القاهرة وبيروت كان عندهم شأن كبير في ذاك الوقت، فهذه دور العرض كانت تقارن بها. ولما تكلمت على الموسيقى أولها قلت لكم أن حتى طرابلس كانت تكتب بغداد القاهرة بيروت طرابلس، يعني من ضمن المدن اللي معروفة ينصرف فيها والناس تهتم بالفن والثقافة وبالموسيقى والآخرية. سامحوني يعني طلعت من الموضوع. خلوني ننتقل شوية لأكبر مدينة في ليبيا اللي هي بنغازي، ونلقوا حتى هي فيها أشهر سينما ومسرح اللي هو صالة عرض برنيتشي، اللي هي جاية في شارع عمر المختار، اللي هم يعني صممها المعماريين الإيطاليين لويجي بيشيناتو ومارشيلو باتشينتينو، سمهوني لسان إيطالية. المهم واللي انفتحت سنة 1928، يعني قبل حتى الميراماري، بعد قبل الودان، وبعدها ربما السينما بعدها مباشرة السينما اللي يملكها الزني اللي مدير دور عرض وتوزيع أفلام في كل أنحاء ليبيا واللي بنجوه بعدين، اللي هي سينما ريكس في شارع الاستقلال، ولا يزال طبعا المبني موجود إلى يومنا هذا. هل بنغازي كده يعرفوا هذا الكلام، تحتاج شوية صيانة وما زال هلبة دور عرض نجيبوهم في وقتهم. به هنا وبما أني تكلمت عليه الزني، يحضرني شخصيتين مهمتين في عالم السينما في ليبيا، ولا وين شخصيتين لا أكثر، والله ممكن حتى 5 شخصيات أو 6 شخصيات نتكلم عليهم. نلقوا مثلا توقيعة الزني ده مثلا هذا في البوستر هذا متاع العرض، نلقوا اسم الزني ديما توقيعته على الأفلام الأمريكية والأجنبية في أغلب البوسترات زي ما قلت، تنحط في دور العرض أو في الشوارع العمومية في أماكن مخصصة لهذا، وزي هذه اللي تشوفوا فيها من وراي اسمه مكتوب على التعليق زي ما تشوفوا في الصورة. والزني هذا هو الحاج سليمان الزني الله يرحمه، اللي بني قاعة عرض كبيرة هلبة بثلاثة أدوار في بداية باب قرقارش في نفس الوقت، ولأول مرة طبعا في الستيات طبعا، ولسوء الحظ أنه هو ما كملش المشروع وتم تأميمها، أو ربما قالوا عوضوها عليها وصدروها منه وفيها كلام. المهم قاعدة قاعة مؤتمرات اللي هي عرفت بعدين باسم قاعة الشعب، وللأسف بعد 17 فبراير، لأن خشت لها في بداية 17 فبراير، بعد 17 فبراير مباشرة سمعنا أن هي انحرقت أظن 2014 حاجة زي هيك.
الحاج سليمان الزني قبل السينما اللي بناها وقلت لكم انشهرت باسم قاعة الشعب، كان عنده سينما اللوكس اللي تكلمنا عليها من بكري، كانت أفلامه أمريكية يعني محضة، وكان أفلامه بعد شهر بس ما تنزل في أمريكا تنزل في طرابلس. مش كلمتكم أول زمان على الكاميرات وكيف الكاميرات الموضة الجديدة تنزل في أمريكا تنزل في طرابلس؟ نفس الشيء صار في دور العرض، أي فيلم أمريكي الزني يجيبه لك بعد شهر وينزله في طرابلس. وكان المرحوم على فكرة من مدينة درنا. ودار الزني طبعا زي ما شفنا دار، حتى هي دار عرض ريكس في بنغازي، وعندها في درنا وطبرق، حتى في طبرق القمة اسمها دار عرض الزني وغيرها. والأهم كان طبعا أنه هو موزع أفلام في كل دور العرض. وتكلمنا على عائلة الزني في معرض حديثنا عن المصوراتية، وتكلمت عليها في الكرتولينات كذلك. أخوه في بنغازي كان دار كرتولينات ويطبع فيهم للمنطقة الشرقية. وطبعا الاسم الثاني اللي توقيعته موجود نلقوها موجودة عليه كل الأفلام العربية والمصرية هو خليل الجعوني، وهو فلسطيني كان مروج وكذلك وكيل حصري للأفلام المصرية، وكان صاحب سينما النصر اللي قلنا بكري اسمها بوليتياما. مش قلنا سالينس كانوا عندهم البوليتياما، توه في فترة لاحقة أخذهم الجعوني هذا اللي هي في سوق الترك. وكان يملك كذلك سينما رويال اللي تعتبر نوعا ما راقية، واللي كان عنده رواج في وسط الليبيين لما بدوا يهتموا بعد ال54 وقناة صوت العرب إلى آخره، وتعالى جاي بسبب عرضها طبعا الأفلام المصرية زي ما قلت. وفي فترة فجيزة الناس يسمعوها في الراديو يجوا يلقوها في السينما رويال. المهم صاحبنا السيفاو هذا في الجورنال بتاعه كان يتكلم على هذه الأفلام المصرية وكذا بإسهاب، وكأنه ناقد سينمائي، ويكتب حتى في أسماء الممثلين والممثلات والحاجات اللي يدير فيهم. المهم الله يرحمه رحمة واسعة. بعدين قلت لكم أنا أراهم أكثر من اثنين، فيه الموزعين فاربن اللي هي طبعا مختصر اسم الحاج محمد الفرجاني صاحب المكتبة المشهورة فار، والحاج مصطفى بن صريتي، بن صريتي بن فار بن او اللي هو بن صريتي اظني الله يرحمه. الزوزو كان عندهم حتى دور عرض باسمهم، والشركه هذه حتى عهد قريب كانت تدير سينمات زي يعني تدير سينمات زي المتروبول والحمراء والاوديون، وكانت تملك سينما في يعني في سينمات هلبة في طرابلس وبنغازي كذلك، ومن املاكهم اللي قالت ليهم ولت لهم بعدين سينما اللوكس اللي هي اصبحت الفتح طبعا لاحقا، والاماره نفسها تقريبا ملكهم بالاشتراك مع الزني. ونسيت نتكلم عليه شخص خامس اللي هو استاذ قدير، انا طبعا ما نسيتش لان المفروض نتكلم عليها بعد ما نتكلم عليه فاربن. هو كان يشتغل في فاربن، هو كان استاذ في النهار يقري في الطلبة وإلى آخره في مدرسة ابتدائية، وفي الليل كان مولع بالسينما لحد أنه هو بدأ يشتغل عند الفرجاني وبن سريتي الفاربن، وقعد موزع الأفلام بتاعهم اللي هو المرحوم سعيد ملحس، أصلا من مدينة يفرن حقيقة من مدينة القلعة، لكن زمان كان يفرن والقلعة مدينة واحدة. وكان من عشاق السينما والمتفانيين في خدمة الثقافة السينمائية في طرابلس، وحنتكلم عليه بعدين بروحه. طبعا فيه كانت شركة ترانز لوكس حتى هي على فكرة، ونسيت نذكرها، هذه كانت قبلهم كلهم، كانت شركة توزيع الأفلام قبل الزني، كانت ملك لليهودي حجاج اللي تكلمت عليه في حلقة الكرتولينات وينه، وكان يطبع في الكرتولينات، والمعاه طبعا الثري الليبي علي بن عثمان وإن كان متأخر اللي هو صاحب شركة الكواكب للسينما. طبعا أو أقدم موزع للأفلام في ليبيا، هنا خشينا لشخص سابع اللي هو ذكره كذلك محمد بشير علي، بشير محمد عريبي في كتابه عن المسارح في طرابلس، وخصص له قسم اللي هو إبراهيم المشيرقي. وإحنا طبعا إبراهيم المشيرقي ذكرناه في أكثر من مناسبة، كانت عنده صلات ومراسلات مش عادية في الشرق والغرب، وهذا ابتداء من سنة 1931، وهذا بروحه ببحث مطول لأن هذا الشخص تكلمت عليه في أكثر مناسبة زي ما قلت، وساهم في عالم الكتاب والجرائد والاسطوانات والصحافة والإلكترونات، وكان وكيل حصري شنو يسموا فيها هي فيليبس، وأول مدخل الراديوات. المهم هذا الإنسان يحتاج إلى حلقة بروحه، والعائلة المشيرقي نفسها يعني قصدي. هلبة قداش بنذكر من دور السينما، عندك الكورس الصيفي ABT اللي هو في سوق التروك، سينما الحرية،
أرينا بتاع الجاردينو، الهامرا أظن ذكرناها، كورسال، السينما العصرية، سينما موديرنا اللي باعها صاحبها الطلياني لراجل أعمال علي بن عثمان زي ما قلت، مع عابد السنوسي، والرويال في بالخير، والكورسال نسيت نقول إن هي في الظهرة، وما ننسوش طبعا القابي الكبير والقابي الصغير. يقولوا مالكهم الطلياني سينيور ليفراني سماهم على بنته جابريالي. أنا دي ما نقولش إن هي كلمة جابي، هذا عشان يقول جابي الكبير بالنطق الليبي، لكن هي جابي اللي جابريال، جابريال الصغير، جابريال الكبير. المهم فارفن سينما كانت تدير الجابي الصغير والجابي الكبير، واللي كانت على فكرة في شارع الصريم. ولو بنجوع على سرعة هيك على بنغازي، سينما عمر الخيام أمام ميدان الشجرة، وذكرنا برنيتشي مبكري اللي ولت بعدين الجمهورية، وسينما الزهرة والحرية بميدان البركة، وسينما النصر وغيرها. أنا يعني رو مش هني باش نعدي السينمات غير باش نقول لكم في هذيك الفترة بس شن صار. بالله باش ما ننساش نبي نتكلم على شخصيات مهمة في طرابلس حتى وقت قريب في سينما الحمراء. كان في شخص وسيم ومشهور ومعروف لما كان يملكها في الفترة اللي كان يملك فيها أو يدير فيها حسان اليهودي حسان. كان في شخص دي بينشهر باسم محمد تشيليما اللي هو محمد نسامو، انشهر زي ما قلت لكم محمد سينما او تشينما او تشيليما، وكان شخص اسمر مرح صاحب فكاهة وكان طويل القامة. الحق انشهر هلبة لما الطليان خدموه وخدموه عندهم ولقوه سيمباتيكو هيكي في بعض الافلام، اولا هو وعبد الله شو اسمه عبد الله الاسود وغيره، حتى هم خدموه الطليان في افلام تصورت في ليبيا. وبالك نتكلم على الشخصيات هذه مع شعبان القبلاوي وغيرها من شخصيات الفنانين اللي قدم اللي في ليبيا. على اي حال، اشهر المشاهير اللي مروا بليبيا واشهر الافلام اللي تصورت في ليبيا لابد ندير عليهم حلقه وندرس على صور ليبيا في الاعلام وعلى فكره. محمد نسامو كان من مؤسسي الكشاف اللي في ليبيا، وحنتكلم عليه من المؤكد. ديما جماعة الكشاف يقولوا لي تعطينا محاضرة، المحاضرة تكلم على الكشاف وتاريخ الكشاف في ليبيا، حنتكلم على تاريخ الكشاف في ليبيا عموما والمالتي واليهودي في حلقة طبعا منفصلة. وعلى ذكر محمد نسامو أو محمد تشينما أو شينما، الليبيين عموما كان يدير يعني بدوا يخدموا في دور العرض ويديروا في دور العرض في الفترة الصيفية اللي ما يقروش فيها، وبعضهم حتى في الفترة المسائية. وقبل مرات يطلعوا يسافروا برا وكذا. والمهم بنوريكم هني الصورة لواحد من قريتي أو من مدينتي في يفرن، من قرية الشيارنة، اسمه محمد القبلاوي. هذا طبعا حنتكلم عليه بإسهاب لما نتكلم على المحاكم اللي صارت في العهد الملكي والأحزاب اللي منعت وحزب الباعث والقصة هذه كلها. يعني المهم نسجن هذا حتى في عهد القدافي، وهذا إنسان رائع جدا تكلمت عليه أكثر من مرة وما يبخلش بالمعلومات، وكان زي ما قلنا يشتغل في السينما، وكان هو اللي يحطك في الكريوة وأنا هذه باش ينطلق العرض في الفيلم. كان شخصية كاريزمية وصاحب قيافة في سينما أوديوم. المهم وكان اشتغل فيها مدة واكتسب خبرة كويسة وواسعة في إدارتها قبل طبعا ما يسافر باش يقرأ طب الأسنان في مصر، ومنها انتقل إلى سوريا، وهذه قصة نوعدكم نولي لها. وعلى فكرة كان في الريبوزا لما كان يتكلم وانا بكل السفاو، كانت قاعدة فكرة الريبوزا لعن فترة متأخرة يعني في السينما في ليبيا، يقسموا الفيلم على اثنين، تنزل تبي تشرب او تاكل حاجة عليك وعليه علي مسعود القبلاوي اللي هو كان في القهوة لوطة، كانت تبيع في عصير، خلينا نذكر بعض العصائر اللي كانت زمان معروفة زي الأورانجاتا، فريز بومبا، أمارينا، وشوكولاتة طبعا، وسبول وسامينسا وغيرها، وانا شيش الكوكاكولا كده ملحق بعضكم عليها. تقريبا مع بداية الستينات أصبح أغلب دور العرض وإن لم تكن كلها بإدارة ليبية كانت أغلبها بإدارة ليبية ويملكها ليبيين. تبدأ من صاحب البيلة اللي هو يسموه فيها أشر، وتنتهي بالمالك والموزع زي ما ذكرنا قبل شوية، الموزعين الليبيين وأصحاب دور العرض الليبيين. يعني بدأ الشباب الليبي يخوض في تجربة سينمائية، وحنشوفه لاحقا يعني في الحلقات الجاية بعض الأسماء اللامعة في عالم السينما ممن تدربوا في دور العرض.
خونا طبعا السفاه، وعود على السفاه مره اخرى اللي تكلمنا عليه في بدايه الحلقه، تكلم عليه هل بافلام وشن كان انطباعاته عليهم وشن هي الافلام اللي اثرت في حياته الحياه العامه في طرابلس، وهذه كلها وثائق مهمه جدا. وحناخذ جوله مع اهم الفنانين والشخصيات الفنية الليبية والأفلام الليبية عبر التاريخ، وعلاش السينما في ليبيا تعتبر متأخرة نوعا ما من الجيران، وعلاش صناعة السينما ما اعطيناهاش أهمية كبيرة في ليبيا. حنولوا لدار نحاولوا نولوا لموضوع السينما وندكر دور العرض اللي ما ذكرناهمش قبل، ونتكلم على السينما الدواخل وكيف استقبل الليبيين السينما، وكيف المشيرقي كانوا يحاربوا فيه، وشن كانت فتوة المفتي ليه، وهم المراحل اللي مرت بهم السينما الليبية. تحياتي، ونتلاقوا الحلقة الجاية نتكلموا فيها على تاريخ السينما في ليبيا بإسهاب أكثر، ونخشوا في الدواخل ونتكلموا كل المناطق اللي مرت عليهم السينما في ليبيا. تحياتي، وخلينا نكمل السبول بمتعب.